اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج رد فعل. موضوع حلقتنا النهارده عن الكراش. يعني ايه الكراش ده؟ الكراش ده يعني واحد بيقرب واحده في سنتو مش عايز اعرف، ممكن برضو واحد صاحبك هو اللي يكون بكراش عليه. طب ليه ما انا لو بحب واحده ما نروح اقول لها؟ رايح في ايه؟ اروح اقول لها يا عم خلي بالك، بينما انت خلي بالك بينما انت بتكراش على واحده في سنتو احدهم يصنع المجد من بوكس. اما تشيل بينا نروح نشوف ردود الافعال. انت بتكراش على حد؟ بكراش. طب تحب تقول له ايه بقى؟ انا بحبه عشان بكرش عليه. طب لو انت عايز تبدا معاه كلام بقى هتبدا معاه تقول له ايه؟ بقى اقعد اتدحلب بقى من تحت لتحت الصراحه. اكيد بحبه يعني طبعا، مش عايزين مشاكل. لا يا ابني مش ناقصين. انا بصراحه ادمن جروب ودينا هايصه معي الصراحه، ما هيصة معي بصراحة. أنا يعني كل من كتر رسالة بتجيني أنا صراحة في ناس كتير. يلا عاد روح حالك. ماشي يلا مكيش عن كده تاني. ارتي ما تكرشش عليا تاني. طب يعني اديله برضو رسالة. بحبك وبموت فيك. طب انت بكرش على مين؟ على الأكل نفسه برضو. برضو الأكل؟ يا باشا، أمال إيه؟ أكل إيه بس وإيه بس؟ أنت عايش عشان كده بس؟ أمال إيه؟ مفيش حاجه تاني يا ابني، مفيش غير اهم حاجه رضا المعده يا اخوانا. في ايه مش فاهم انا؟ المدينه على فكره مفيش الكلام ده خالص. طب وخد عشان كده ما بكرش عليهم. طب انت ما بكرش عليهم؟ انت بتكرش على مين؟ لا ما بكرش على حد برضه، انا بس حبيت بس دوت بنزل على صراحه ومستني رساله والرساله جت. ما حد بكرش عليه. انت فين؟ لا فاهم اي حاجه تفهم او حلها بكده يعني. الرساله جت خلاص، الف شكر. كاتونيله. لا دي شقه الملوخيه. اوعى تقول سلفتك عليها. سلفتي طبعا. بكرش على اصحابي. مين بقى؟ صحابي محمود مثلا. بتكرش على محمود صاحبك؟ ليه يعني؟ يعني عاجبك في ايه محمود؟ ايه؟ عاجبك في ايه؟ عاجبني حبل. بص اهو وبكده يكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا في موضوعات جديده من برنامج رد فعل.